أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار، يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة إتلانتوس الجديدة أرض الحكمة، يقرأه مرتضى الشمري. صدور العدد الأول من مجلة كونا الإلكترونية، مجلة شهرية سياسية ثقافية اجتماعية تصدر عن مملكة إتلانتوس الجديدة أرض الحكمة برعاية دكتور جلنار سهام بن شعبان وزير الثقافة والفنون والآثار. قريبا جدا ستنطلق مجلة بوستون الإلكترونية الصادرة عن وزارة الثقافة والفنون والآثار في مملكة إتلانتوس الجديدة أرض الحكمة بإشراف مباشر من السيدة الوزيرة المحترمة. المجلة ستكون شهرية تعنى بالثقافة والفن والآثار وبعدة لغات ومنها الفرنسية. إشبيلي عطيوي مدير فرع التكوين وزارة الثقافة والفنون والآثار لدى مملكة إتلانتوس الجديدة أرض الحكمة تطرح مشروع التعليم العالي للفنون من منظور عالمي برعاية الدكتورة جلنار سهاد بن شعبان وزير الثقافة والفنون والآثار. الصحة العالمية تعلن معدلات نزول الإصابات بالوباء في الشرق الأوسط بالنسبة الأفضل. سلطت مجلة ايكونوميست الضوء على اللقاح الهندي زيكوف دي، وهو أول لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي، وقد حصل على موافقة السلطات المختصة للاستخدام الطارئ في مواجهة فيروس كورونا. عن طريق الصدفة البحتة عثر فريق من الغواصين الهواة على واحدة من أكبر مجموعات العملات الذهبية الرومانية في أوروبا أثناء إجازتهم قبالة سواحل إسبانيا. وفقا لصحيفة ديلي ميل يعتقد أنه تم إخفاء العملات الذهبية من الغزاة البربريين منذ حوالي 1500 عام، وتم اكتشاف المخبأ من قبل الشابين كانا يقومان بتنظيف القمامة من قاع البحر في منطقة الكاينفي. مأزق برشلونة، إيقاف المدرب كومان مبارتين بعد طرده في مواجهة قادش. أوقف المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان لمبارتين الجمعة بسبب طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش التي انتهت 0-0 مساء الخميس في ختام المرحلة السادسة من الدور الإسباني لكرة القدم. انتهى الموجز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.